الحور ديال السيتي لا 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 وحديا السلام عليكم، مرحبا بكم. فاحنا في بلاصه، واحد البلاصه اللي رائعه بزاف، هي منطقه الباراديس او وادي الجنه. اليوم جينا في واحد الخرجه من اطار الخرجه الترفيهيه، بعدنا شويه على المدينه وبعدنا على داك الازدحام ديال حنا في المرحله ديال الحجر او حاله الطوارئ، بعدنا على الازدحام، بعدنا على الكوفيد وعلى هذا الكورونا اللي كاينه. المنطقة اللي هي رائعة، رائعة جدا، عائلية، منطقة اللي فيها القيوات كما غادي تشوفوا، فيها الماء، فيها بزاف ديال الامور خصوصا التساقط الاخرى. ايوا حنا شكرا لكم على بير.com اللي جاوت معنا حتى لهاد المنطقة هادي وخدوا مجموعة ديال التعليق، وربما هما غادي يديروا واحد الفيديو اللي غادي تشوفوا بهاد المنطقة هادي. وكندعي ان الناس يجوا، ما يخرجوش كاع المدن وما يمشوش للمدن فيها الموبوءة كما كنقولوا، يحاولوا يجوا المنطقة هادي ويشجعوا شوية السياحة الداخلية. تبارك الله عليكم وشكرا لكم. السلام عليكم، نحن متواجدين في الباراديس، منطقة جميلة، الطبيعة الحلوة والسباحة رائعة. الأغلبية ديال النساء والأسر تجي لهنايا، يدوزوا نهار زوين، يديروا فيه الغداء، الطواجن، الطبيعة الحلوة. إيوا مرحبا بكم عندنا في الباراديس. خرجة زوينة في الباراديس، خرجة جد جميلة جدا، منطقة روعة فيها مناطق خلابة. مية جميلة جدا بالنسبة لها، فيها العيونة، فيها بلايص، فيها مطبة متشاف كبحال مغارات، كبحال ويديا، كبحال جلالس. بسم الله الرحمن الرحيم، الناس ناشطين، جو عائلي مفعم بالحب، مفعم بالحياة. عندك تشوف الناس ما كل شيء، رجال ونساء كبار وصغار.